شاء الله. السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. رح نحكي اليوم على موضوع زرع الكلية. مثل ما بنعرف انه زرع الكلية هو الحل الامثل للقصور الكلوي المزمن. رح نحكي عن اعتبارات عامة وعلى توقيت الزرع المفضل واستطبابات ومضادات الاستطباب والحالات المرضية الخاصة وتقييم الجهاز البولي او التقييم البولي للمريض، بالإضافة إلى موضوع استئصال الكلية السابق لزرع الكلية. كما حكينا هو بالنسبة للمراجع والجايدلاين يعتبر الحل الأمثل زرع الكلية لمرضى End Renal Stage Disease أو القصور الكلوي المزمن. فهو الخيار الأمثل، وما في استطباب يعني مطلق يعني إلا يمكن تحسين الوضع، ويمكن لاحقا زراعة الكلية لمعظم المرضى. طبعا المفضل والشيء المثالي هو زراعة الكلية ما قبل غسيل الكلية، يعني هو بالحالات النهائية من القصور الكلوي لما بيصير التصفيه الكلويه اقل من 20 ملم في الدقيقه وعندنا داء مترقي وغير قابل للتحسن، فيستطب زرع الكليه خلال فتره من 6 الى 12 شهر قبل ما يلجا المريض لغسيل الكليه او المعالجات الثانيه. طبعا يفضل انه تاجيل احيانا المريض من اجله اذا كان في حاجه لاجراء زراعه اعضاء متعدد، فبيكون من ضمن زرع الكليه. بالنسبه طبعا قبل الزراعه في اعتبارات خاصه للمريض وتفضيل المريض للموضوع، تقييم المريض والحاله المناعيه للمريض، موافقه المريض، الحالة المريض يعني على قائمة الانتظار، ووجود أو اختيار المتبرع من متبرع حي أو متبرع ميت، بالإضافة إلى موضوع يعني موجود توفر الكلية المتبرعة والمكان الزراعة، لأنه ما كل المراكز أو المشافي بتشتغل في زراعة الكلية. بالنسبة مثل ما حكينا الوقت المفضل لزراعة الكلية يفضل خلال أول سنة من حدوث قصور كلوي مزمن قبل الحاجة إلى غسيل الكلية أو لعدد مرات محدود من غسيل الكلية. كل ما كان أقل أو قبل ما نجري غسيل الكلية بيكون حالة المريض وأنسجته أفضل بكثير. بالإضافة للأشياء الثانية اللي ممكن يتعرض لها خلال مخاطر الغسيل كانتقال الأمراض المعدية وخاصة التهابات الكبد أو HIV. طبعا يمكن مراجعة المريض لمركز زراعة الكلية للتقييم. هلا بالنسبة للتقييم أو الناس المرشحين لموضوع زراعة الكلية، مثل ما احنا شايفين بالمخطط المرضى بيراجعوا مركز الكلية وبيتم إجراء تقييم أولي إذا كان هل المريض مرشح لزراعة الكلية. إذا مرشح ممكن ننتقل بعده هل في موانع أو مخاطر من زراعة الكلية،
يتم التقييم، وإذا قدرنا نزيل هذه الموانع يكون جاهز هو لعملية التقييم لزراعة الكلية. أما إذا كان مريض غير مرشح فراح يروح باتجاه غسيل الكلية الدائم. طبعا غسيل الكلية المقصود فيه التحال الدموي أو التحال البرتواني. شيء مهم جدا لمرضى زرع الكلية ومعظم العمليات الكبيرة، المفروض المريض يأخذ حاجته من التعليم والتعليمات والإجابة على تساؤلاته حتى يكون واعي، لأنه عملية زرع الكلية عملية كبيرة جدا، مكلفة، مؤثرة على حياة المريض وحياة المتبرع، فلازم يكون في عنده نوع من الوعي الجيد للحفاظ على الكلية المزروعة. طبعا الوعي القصد أنه أن يلتزم في التعليمات ومطاعاة المريض، ما يكون مريض كحولي أو مدمن مخدرات أو عنده مرض نفسي بيكون عائق لزرع الكلية للحفاظ على الكلية المزروعة. هذا كله طبعا مهم جدا، يعني التقييم حتى ممكن يكون في معالج نفسي أو طبيب نفسي يدخل في إطار التقييم وترشيح المريض لزراعة الكلية. الاستطوابات المطلقة، المضادات عفوا، الاستطواب المطلق هو وجود إنتان فعال Active Infections لأكتف ماليجنانسي، أي ورم فعال مضاد اصطباب. طبعا بعد علاج الأورام ومرور فترة من الهجوع والشفاء، يمكن حسب المرض أو الورم يتم إعادة التقييم، ويمكن أن يرشح مرة أخرى لزراعة الكلية. استخدام المواد مثل ما أخذنا السيء أو استخدام المخدرات بمعنى آخر هو مضاد اصطباب مطلق، لأن المريض لن يكون واعي لالتزام التعليمات وأدوية مثبطات المناعة. القصور طبعا الكلوي القابل للشفاء أو للتراجع طبعا مضاد اصطباب، لأنه يعني لازم نعطيه فرصته في عودة القصور الكلوي أو تحسن القصور الكلوي قبل ما نقرر أنه اند ستيج ويروح باتجاه زرع الكلية. الأمراض النفسية غير المسيطر عليها أو المريض غير المطاوع خلينا نعتبره. إذا كان في عندنا معالجات يعني موثقة إنه المريض غير ملتزم فيها أو لا يستطيع الالتزام في معالجات أو نصائح طبية يمكن يستبعد، بالإضافة إلى عمر الحياة متوقع أقل من سنة واحدة. يعني المرضى كبار السن أو متقدمين بالسن ولديهم عمر متوقع أقل من سنة. بالنسبة للعمر، ما في يعني عمر محدد بالنسبة لكبار السن، لا يعتبر مضاد اصطباب مطلق إلا إذا كان العمر مثل ما حكينا أقل من سنة، لكن دائما يفضل يعني الأعمار المبكرة هي أولى أو أعمار الشباب. بالنسبة للأطفال ممكن يكون في عندنا مشكلة بحجم الكلية، إنه تاخذ مكان حيز كبير من جوف البطن أو الحوض. طبعا تأخر التطور الحركي عند الأطفال ليس مضاد اصطباب. التقييم الأولي بنرجع دوما كما نذكر أنه القصة السريرية والفحص السريري مهم جدا لتقييم أي مريض أولا، ثم ننتقل للاستقصاءات الأخرى. بهمنا بالقصة السريرية والفحص السريري إذا وجود أي أمراض كلوية سابقة أو محددة معروفة، تقييم النتاج البولي، حجم النتاج البولي، إذا في عندنا أي خزعات كلوية سابقة تدل على المرض الذي ترقى إلى قصور كلوي، أو وجود قصة عائلية لكلية متعددة الكيسات أو ألبرت سيندروم، إذا في عندي أمراض ممكن ترجع، أمراض كلوية قد تنكس بعد زراعة الكلية، أو وجود أمراض قلبية عند المريض، أو أمراض مخاطر للداء الإكليلي الكورونري ارتري ديزيز مثل الداء السكري والتدخين وعاسة الشحوم الدموية أو الدسم الدموي والحالات الوفيات المبكرة في العائلة. أنا إذا عندي في أي تعرض سابق إن كان بالسل أو في عندي سل فعال أو علاجات سابقة للسل.
إذا عندي قصة عرج أو عرج متقطع، كثير مهم جدا يشير إلى داء وعائي محيطي. بالنسبة للتقييم الأولي، طبعا مهم جدا نقيم نحن إذا عند المريض في عنده congenitive heart failure أو carotid artery disease أو peripheral vessel disease، أدواء المحيطية الوعائية أو آفات القلبية. الآفات القلبية مثل صروخ القلب الاحتقاني أو الداء الساد السباتي، أدواء الشرايين السباتية. طبعا إذا في عندي أنا هرير في الشريان الفخذي ممكن، أو ضعف نبض شرايين محيطية، ممكن يكون في يحتاج إلى تقييم أكثر لوجود تصلب عصيدي في الشرايين المحيطية. اللي بيهمنا كثير غياب التصلب العصيدي مهم جدا لنجاة الكلية المزروعة. طبعا بالتقييم الأولي أو الدراسة الأولية لازم نعرف الزمرة الدموية والسي بي سي واليوريا والكرياتينين والشوارد كالسيوم فوسفور. هي راح نعمل استقصاءات كاملة دموية للمريض وكيميائية. إذا كانت مريضة لازم نعرف، وفي سن الحمل ممكن لازم نعمل البريجنانسي تيست دوما قبل أي إجراء. لازم نعمل سيرولوجي فور للحماق الفاريسيلا والميزلز والمامب والروبيلا، كل هاي لازم نعمل. وإذا المريض غير كان غير ممنع في الطفولة لازم يعاد التمنيع تبعه قبل إجراء زرع الكلية، بالإضافة إلى اختبارات للأدواء الخمجية الفيروسية مثل HIV والهيباتيتس B و C، بالإضافة إلى النمط كريات البيض البشري الـ HLA تايبينج وال بدل رياكتيف انتيبادي. بالإضافة طبعا حكينا تحليل البول وزرع الجرثومي مهم جدا قبل أي إجراء حتى نتأكد إنه ما في عند المريض انتان بولي يتفاقم بعد زرع الكلية وإعطاء مثبطات المناعة، بالإضافة إلى مسح لأي أدوية بيستخدمها المريض. طبعا الـ Initial Screening Study بتتضمن عنا كمان صورة الصدر وتخطيط قلب وفحص عند الذكور لتستيكل examination لنفي وجود أي خباثات عند الذكور أكثر من 50 سنة، المفروض الـ BSA والـ DRE للتفتيش، بالإضافة لقصة عائلية للتفتيش عن أي سرطان بروستات. بالنسبة للنساء الـ Breast Examination والبابا نيكولا سمير بطاقة بابا نيكولا من أجل التفتيش عن سرطان عنق الرحم أو سرطان الثدي Breast Examination. النساء أكثر من 40 سنة لازم يعملوا الماموجرام لنفي وجود سرطان ثدي، وإذا كان في عندنا قصة عائلية ممكن يكون أكثر بعمر 35 سنة يجرى، بالإضافة ل الاستقصاءات الثانية. طبعا كل المرضى فوق ال 50 سنة يفضل إجراء مسح تنظير قولون مسحي لنفي وجود أي أورام قولون أو أمراض قولونية تتطور إلى سرطان قولون. طبعا عند المريض إذا في قصة لماري باريت لازم ننفي الجيرد لأنه مؤثر على هذا الشيء، وبالإضافة لنعمل ألترا ساوند للأبدومين أند بيلفيك. طبعا يعني هون نحن استقصاءات معمقة وكاملة شاملة كل جسم المريض وكل الأجهزة بما فيها الأجهزة بشكل أساسي مثل ما شفنا جهاز الدوران والقلب والكلية والرئتين والأمراض الخمجية، بالإضافة للأمراض الغدية مثل وجود أو اضطرابات الاستقلاب مثل وجود هايبر باير وثايرويدزم ممكن لازم هذا نتأكد منه إذا موجود، والبرايمري أوكسالوزز والسيستيميك أميلويدوزز والجود باستر، كل الأمراض والذئبة الحمامية، الأمراض اللي قد تؤثر على المناعة لازم يكون نحن أو الاستقلاب يكون
إجراء تقييم كامل لها. حالات خاصة من الكارديوفاسكولار ديزيز أو كورونا أرتري ديزيز، الهيرت فيلر، إنفكشن، جاسترو انتستينال ديزيز، سي في أي ديزيز، سيرفرو فاسكولار ديزيز، بيرفرال فاسكولار ديزيز، بلموري ديزيز، مالجنانسي، بيشنت ويت هيستوري أوف كانسر، أبنورمال لور يوراني تراكت، هيماتولوجي ديس أوردر، أوبيسيتي، سايكو سوشيال إيشوز، فاليتي. كل هذا المفروض نحن يعني نتعامل مع هود المرضى، وكل مرضى في له استقصاء معين بحيث ننفي الآفات المستبطنة أو اللي راح تكون ضد اصطباب لزرع الكلية. طبعا كل الأمراض اللي هي cardiovascular disease هي تقود إلى الموت بعد زرع الكلية، فلذلك لازم يكون نهتم في اهتمام جيد من الاستقصاء الصحيح، لأنه هي السبب الرئيسي لإحداث المورتاليتي والموربيديتي في قوائم المرضى في الانتظار. طبعا في عنا مضاد اصطباب نسبي لمرضى الكاردياك فاسكولار ديزيز على الويتنج ليست، فمن ضمنها تطوير الذبحه الصدريه او اضطرابات الكورونر ارتري ديزيز الشديده، لازم نعمل لهم انجيوبلاستي او باي باس سيرجري، يعني لازم نعمل لهم قسره قلبيه وتوسيع او شبكه او اجراء تصليح اصلاح جراحي ان امكن. والمرضى اللي عملوا احتشاء عضله قلبيه قبل 3 الى 6 اشهر بيكون مضاد اصطباب نسبي، ومرضى القصور او اعتلال العضله القلبيه اللي بيكون عندهم ايجكشن فراكشن اقل من 30. طبعا تقييم هذه الكاردياك بيكون عند المريض اكثر من 3 معايير، فهذا مريض قلبي يحتاج الى تقييم كامل، من ضمن عمر فوق 60 او داء سكري، ارتفاع الضغط، ارتفاع الشحوم، أدواء أوعية محيطية، سوابق وجود نقص تروية قلبية أو احتشاء عضلة قلبية، أو عنده ضخامة بطين أيسر، أو قصة أمراض قلبية عائلية، أو عنده قصة ديال أكثر من سنة، أو عنده أمراض قلبية أكثر من سنة كمان أو مطولة، أو بإضافة إلى قصة تدخين، أو تعرض لتشعيع سابقاً على الصدر. طبعاً هذا التقييم القلبي يعني ممكن أنتم تقرؤوا يعني، وهذا شيء مهم جداً إنه المريض هل هو مرشح أو لا، إذا كان عنده أي مشاكل قلبية ينبغي حلها قبل إجراء زراعة الكلية. Infection مهم جدا ان المريض يكون free of all untreated active infection before transplantation. لازم المريض يكون معالج لاي انتان يسبق زراعه الكليه حتى يدخل المريض بتثبيط المناعه دون احداث اي انتان انتهازي. طبعا ايضا تقييم الاسنان عند طبيب الاسنان لنفي اي انتان في الاسنان او خراجات خفية قد تثار بعد تثبيط المناعة. التهاب البرتوان الحاد أو وجود أي إنتان بمداخل المداخل الوعائية لغسيل الكلية، مثل ما تعرف القسطرة، قسطرة الوداجية أو الفخذية أو قسطرة تحت الترقوة، كلها ممكن تكون مداخلها هي مكان أو مداخل قصادر غسيل الكلية البرتوانية تكون عرضة للإنتان. السل طبعا السل عاد بقوة بعد ظهور الـ HIV فيروس نقص المناعة، لذلك صار يعتبر شيء أساسي في تحضير المريض هو نفي وجود TB فعال من إجراء سور الصدر واختبارات السل. طبعا في علاجات معينه للمرضى قبل ما يذهبوا الى زرع الكليه، المفروض يكون في شفاء تام قبل زراعه الكليه.
كل الانترنت حتى الـ HIV المفروض يروح باتجاه التقييم، ممكن يكون ضد صفاب مطلق او نسبي حسب المرحله السريه للمريض. التمنيع المفروض نحن المرضى يتلقوا تمنيع كامل إذا ما كان متلقي سابقا أثناء الحياة الطفولة، لازم يتلقى جرعات من جدول تلقيح كامل لأن راح يكون مثبط المناعة. أو مثل ما شايفين هون بالنسبة لالتهاب الكبد بي، فممكن ياخذ جرعة مضاعفة 4 مرات ليكون وقاية له عند مرضى الحالة الدموي اللي راح يتعرضوا بعدين لزراعة الكلية. بالنسبة للأورام، المسح مثل ما حكينا كل مرضى لازم يعملوا مسح حسب إذا كان ذكر أو أنثى وحسب العمر. بشكل أساسي المفروض نتأكد إنه ما عندي سرطان كلية، ما عندي أي سرطانات في جهاز الظهرة البولية بإجراء سيتولوجي وسيستوسكوبي، إجراء فحص خلوي للبول بالإضافة إلى إجراء تنظير بولي. طبعا الأمراض الأخرى مثل الـ HCV والـ HPV، كل الأورام هاي عفوا الإنتانات لازم تكون أخذين بعين الاعتبار عاملين سكرين والمريض ما عنده أي شيء فعال منها. نفس الشيء اللي حكيناه، نحن لازم نعمل ماموغرافي لنفي وجود بريست كانسر أو المريضة مؤهبة، وخاصة إذا في قصة عائلية في مسح بالماموغرافي للمرضى قبل المريضات قبل زراعة الكلية. أيضا سرطان عنق الرحم في له مساحات خاصة بالبابا نيكولا قبل زراعة الكلية. الكولوريكتال كانسر ينبغي إجراء فحص ديجيتال ريكتال إكزام، هو الفحص بالإصبعة الشرج. ممكن يكون ما في عندي أي كتلة أو يكون فولس نيجاتيف أو فولس بوزيتيف إذا في عندي تروما، أو فولس نيجاتيف إذا عندي بقايا برازية، لكن يفضل هو الفحص بالتنظير الكولونات بالإضافة إلى وجود تحري الدم الخفيف البراز. طبعا مستطاب فوق عمر 50 سنة بالنسبة للذكور والإناث. مستطاب الكانسر بهمنا في موضوع التحري هو إجراء البي اس اي والدي ار اي، وأخذناه في سرطان البروستات. أيضا لنج كانسر المفروض نحن نتأكد من المرضى بين عمر 55 و 80 سنة إنه ما في عندهم، خاصة كانوا مدخنين لفترة طويلة أكثر من 30 باكيت في السنة خلال آخر 15 سنة. ستروك، إذا المريض كان عنده سابقا دخل بستروك فممكن يكون في عنده عوامل خطورة لازم نتحرى عنها وننفيها، أو نحاول يكون المريض مستقر قبل ما عنده تأثيرات عصبية مهمة قبل إرساله باتجاه زراعة الكلى. طبعا الأدواء الوعائية المحيطية للبريفيرال فاسكولار ديزيز مهم جدا، خاصة حالات الأمبوتيشن أو المفروض كثير مهم جدا يتم إجراء تصحيح الأوعية المحيطية قبل التفكير في موضوع زرع الكلية، لأنه ممكن نخسر الكلية وممكن نخسر الطرف يعني، أو يسيء لحالة الطرف اللي فيه نقص تروية. وغالبا طبعا العرض الأساسي عند مرضى تصلب العصيدي وعندهم أدواء شرايين محيطية، وجود العرج المتقطع علامة مهمة جدا المفروض نحن نسأل المرضى عنها، وإذا مشيت أنت 100 متر ترجع بترتاح أو ترجع بتمشي، فغالبا بيكون في عندي تصلب عصيدي لازم فتش عنه وقيم موضوع شرايين عند المريض. طبعا بالنسبة لتقييم الرئتين، المفروض المريض أعرف إنه الأكسجين تبعه طبيعية وما عنده أي ربو أو COPD،
والمفروض أكيد عضو وظائف الرئة تكون ضمن الحد الطبيعي. البداني إذا كان عندي بي ام اي أكثر من 30 كيلو على المتر المربع، فبيكون في عندي زيادة في ريسك لوجود تأخر بوظيفة الطعم المزروع، بالإضافة إلى اختلاطات أكثر من تأخر شفاء الجرح وممكن الإنتان والمعرضين أكثر. يفضل خسارة الوزن قبل ما يروح باتجاه صداع الكلية. التقييم البولي وهو بالنسبة لنا الشيء الأهم بعد ما يكون المريض مرشح، لازم نحن نتأكد أنه هذا القصور الكلوي سببه وراثي أو خلقي أو مكتسب، أو في عندي تشوهات عند المريض كنيروجينيك بلادر، فلازم تنحل قبل ما يروح المريض على صدع الكلية. إذا عندي حالب متليف أو مثانة متسمكة، المفروض دائما أعمل حل للمشكلة البولية للمتلقي قبل إجراء زرع الكلية، لأنه الإصلاح بعد الزرع بيكون أصعب بكثير. لازم يكون الجهاز البولي أو جهاز الإفراغ عند المريض صحيح قبل إجراء زرع الكلية. بالإضافة لمطوعات المثانة لازم تكون منخفضة الضغط، مهم جدا تكون منخفضة الضغط، وممكن نحتاج إلى مضادات للأنتيكولينرجيك حتى نحقق هذا الأمر. بالإضافة إلى السيلف انترميتنت كاثرزيشن سي اي سي، هذا مهم جدا إذا كان عند المريض مثانة رخوة من أجل تفريغ المثانة وعدم وجود كمية كبيرة من البول المتبقي أو الثبات البولية المتبقية بعد التبول. إذا فشلت العلاجات الدوائية مع القصرة المتقطعة في علاج اضطرابات المثانة والتفريغ، يفضل عند هؤلاء المرضى إجراء تكبير المثانة، توسيع المثانة بعرى ميعوية، وإجراء التفريغ الفعال إما عبر القصرة الذاتية أو عن طريق قصرة ذاتية عبر البطن أو عن طريق زرع الحالبين أو المثانة بعروة ميعوية باتجاه جدار البطن على كيس. المهم أن تكون مطوعات المثانة كبيرة والضغط منخفض، أو تحويل زرع الكلية باتجاه عروة معوية باتجاه جدار البطن على كيس جمع بول دون وجود أي مقاومة مثل حالة الإليال كوندويت بنسميها. بالنسبة لحالات الاصطبابات استئصال الكلية قبل الزراعة، في عندي الاوتوزومال دوميننت بوليسيستيك كيدني أو كلية متعددة الكيسات ذات الصفة السائدة أو القاهرة، بيكون حجم الكليتين كبير جدا وبيعبي جوف البطن وممكن يصل إلى جوف الحوض، وما يتبقى الكلية المزروعة أي مكان. يفضل الاستئصال قبل زراعة الكلية. والميديكال ريفراكتوري هايبرتنشن، اذا عندي كليه ضامره متسببه بارتفاع ضغط نتيجه تضيق شريان كلوي او كليه ضامره، يفضل اجراء استئصال الكليتين. اذا عندي كرونيكالي انفكتد كيدنيز، عندي التهاب كليه وحيضه مزمن فعال، يفضل استئصال الكليتين. واذا عندي سسبكتد رينال او يورثرال كانسر، إذا عندي اشتباه بورم كلية أو جهاز مفرط يفضل الاستئصال، وإذا عندي أيضا حصيات كلوية يفضل الاستئصال. هاي هون يعني نكون خلصنا الاستطبابات أو مضادات الاستطباب لزرع الكلية، وقلنا هو الحل الأمثل اقتصاديا ونفسيا ووظيفيا بالنسبة للمريض. مهم جدا انه نعرف هو الحل الامثل، لكن ليس كل المرضى مرشحين، بيحتاجوا لانه يكون الوضع مثالي حتى تكون النتائج افضل. طبعا الكليه من المتبرع حي وقريب هي اعلى نجاح لعمليه زرع الكليه، بينما من الميت او المتوفى دماغيا يكون نسبه النجاح اقل. هون تقريبا بنكون نحن انتهينا من اول قسم من المحاضرة، بنحكي على موضوع زرع الكلية. راح نروح باتجاه التشوهات، اذا في حدا عنده سؤال قبل ما ننتقل باتجاه التشوهات.
ما اسمع ما أنجح تحكي ما ما في. طيب راح ننتقل باتجاه تشوهات الجزولي، راح نفرجكم بعض الحالات. أظن فرجيتكم سابقا حالة الحالب خلف الأجوف في المحاضرات الفيزيائية. حاليا راح نفرجكم الفرس بعمليات جراحية سابقة. شاركت عندكم محاضرة من الـ RBCs واضحة؟ يا حكيم واضحة. طيب راح نبلش تشوهات العدد. أولا عدم تصنع الكلوي الثنائي الجانب bilateral renal agenesis لا تتوافق مع الحياة وغالبا يولد الجنين متوفى. تمام، تشخص ربما تشخص أثناء الحياة الجنينية. أهم يعني علامة إلها هي ندرة السائل الأمنيوسي أو قلة السائل الأمنيوسي، لكن إذا كان تم تشخيصها أكيد واكتشافها يفضل هون الجهاض بصراحة. مظهر مميز لوجه البوترز فيس يكون متوزن والوجه متوزن وكبير وكبير، أذنان كبيرتان مزاحتان للأسفل، وبترافق مع نقص تصنع رئوي. عدم تخلق كلوي أحادي الجانب unilateral renal agenesis لا يؤدي إلى أعراض وربما لا يكشف أبدا، نسبته 1 بالـ1100. تغيب الكلية اليسرى بنسبة أكبر وإصابة الذكور أكثر من الإناث. يغيب الحالب تماما في نفس الجهة حوالي 50% من الحالات. ممكن يكون في عندنا تشوهات بقناة مولر عند الإناث، وعند الذكور تشوهات بقناة وولف. طبعا التشخيص هو غالبا صدفي وغالبا ما يظهر عند المريض اي اعراض. زياده العدد الكلوي او كلى اضافيه سوبرا نوماري كدني هو حاله نادره، هو تنتج عن انقسام الارومه الكلويه النيفروجينيك بلاستوما قبل الالتحام مع البرعم الحالبي، وتتوضع احداهما فوق الاخرى. طبعا تشخيص بالاي في بي ممكن تشخيصه بشكل جيد. شذوذات نسيجية الضمور الكلوي، نقص تصنع الكلية أو الرينال هايبوبليجيا. طبعا هي بمعنى الضمور الكلوي مشاهد جدا، لكن أن يكون خلقي فهو ربما التشخيص مو دائما بيكون دقيق. ربما تضمر الكلية نتيجة الإنتان المستمر أو المزمن عند الولدان نتيجة وجود ريفلكس أو إنتان كلي وحويضة فيتسبب بضمور الكلية، لكن الخلقي غالبا يعزى إلى نقص أكسجين أثناء الحياة الجنينية ويتظاهر بإسداد المجاري البولية السفلية. البرانشيوم الكلوي للكلية صغيرة طبيعي، هذا بيميزه عن موضوع عصر التصنع الكلوي بيكون عدد النفرونات قليل. طبعا لا يحتاج أي تداخل إلا إذا اختلط بارتفاع ضغط الشرياني أو إنتان بولي غير معالج. الضمور إما وحيد أو ثنائي الجانب. الضمور وحيد لا عرضي ويكشف بالصدفة غالبا إذا كان عنده ألم المريض أو عنده إنتان كلية مزمن أو ارتفاع توتر شرياني. طبعا الاختبار الأهم هو ومضان الكلية حتى نعرف كم الكلية نسبة مشاركتها من الوظيفة الكلوية. ما بتحتاج أي علاج إذا ما كان في اختلاط بارتفاع ضغط أو إنتان مزمن. ضمور ثنائي الجانب غالبا يؤدي الى قصور كلوي مزمن لان الكليتان لا يكفيان للتصفيه الكلويه. شخص بتصوير الحويضه الراجع حيث يظهر الحويضه والكيسات صغيره الحجم، او بالايكو هو صور حجم الكليتين والقشر وضمور القشر الكلوي، وغالبا بينتهى بالزراع الكلوي. عصر التصنع الكلوي الرينال ديسبليجيا هو مسرح نسيجي وليس سريري. عامل واسمه هي رؤيه القنوات البديه، وبالتالي عبارة عن أبيب بولية محاطة بالصلاة من الخلايا اللي فيه العضلية.
شذوذات مجهزة الكلية بالإضافة إلى صغر حجم الكلية بنشوفها تشوهات في البرانشيم الكلوي. طبعا غالبا بيكون في عندي سوء بالوظيفة الكلوية لأنه بالأساس تجي مصابة لأنه في عندي سوء تصنع بالنفرونات، والنفرونات هو المركب الأساسي للكلية. التشخيص كمان قد تكشف صدفة وبشكل ما تكون عرضية إلا إذا اختلطت بإنتان أو ارتفاع توتر شرياني أو سوء وظيفة إفرازية. طبعا التأكيد هو بالخزعة بالنسيجية شخص أثر التصنع. يعني طبعا بالإيكو العلامة إذا شايفين أثر التصنع قوي مترافع مع كيسات، واضح عدم تميز بنسميه قشري لبي مع وجود كيسات، وغالبا بيكون عالي الصدى، الكلية تكون عالية الصدى بينما في الواقع هي منخفضة الصدى وما في خط فاصل بين القشر واللب. تعالج باستئصال جراحي لكل مصابة لأنه الديسبليجيا يعني هي كلية غير وظيفية وممكن يكون الاختلاط فيها أكبر من الكلية الضامرة. الآفات الكلوية الكيسية يمكن أخذنا إحنا من قبل تصنيفات الكيسات الكلوية بكلية وحيدة أو الكتل الكيسية، لكن هون الأمر مختلف، هي الآفات الكيسية الموروثة والآفات الكيسية غير موروثة مثل الداء الكلوي متعدد الكيسات الطفولي اللي هو توزومال بوليسيستيك كيدني ديزيز، أو الداء الكلوي متعدد الكيسات الكهلي اللي هو توزومال دومينانت بوليسيستيك كيدني ديزيز، والآفات الكيسية الغير موروثة كالمالتيسيستيك كيدني كلية عديد الكيسات عند الأطفال والكيسات البسيطة السيمبل سيست. الداء الكلوي متعدد الكيسات البوليسيستيك كيدني ديزيز مرض عائلي وراثي له شكلين طفلي وكهلي. نموذج الطفلي هو بيكون مقهور ذو صفة مقهورة ونادر أندر من الكهلي، يظهر في الرحم أو بعد الولادة مباشرة ونادرا ما يتأخر لعمر العشرينات، قد يترافق مع درجات من تليف الكبدي، تظاهر باكرا بكليتين كبيرتين الحجم ممكن جسون، وتظاهر على الإيكو بشكل زوائد بشكل تكون كلية زائدة الصدوية بشكل متجانس بسبب وجود العديد من الميكرو سيست في الكليتين. يرجع الطفل بكتلتين في البطن، تكبر الكلية لحجوم كبيرة بسبب استمرار الكيسات في النمو. إنذار المرضى سيء عند الأطفال لأنه غالباً بيتظاهر بغالب أعمار مبكرة ممكن تكون من 4 إلى 5 سنوات وينتهي بالخصور الكلوي المزمن وزراعة الكلية. الشكل الكهلي اللي هو أشع أو بيكون ذو صفة سائدة له صفة جسمية قاهرة أو سائدة الأوتوزومال دومينانت، وهو أكثر شيوعاً إنذاره أفضل من نموذج الطفلي، يتظاهر غالباً بشكل متأخر بين عمر 30 إلى 50 سنة، ممكن يتظاهر بأي عمر، يمكن التعرف على الكيسات الصدوية قبل عمر 20، يترافق بنسبة عالية مع حدوث كيسات كبدية وغالبا يوجد قصة عائلية إيجابية. طبعا في البدء ممكن يكون لا عرضي المريض، لكن بلش في حس ثقل في الخاصرة أو بالمراق، يتظاهر في ألام بالخاصرة، انتنات بولية، ارتفاع توتر شرياني، وأحيانا يترافق ببيلة دموية ناجمة عن وجود حصيات أو الانتان. يراجع المريض بشكل متأخر بقصور كلوي مزمن أو شح البول. إذا اختلطت إحدى الكيسات بنزف أو إنتان يظهر المريض أعراض عامة سيئة كتعب وغثيان وقياء وممكن حرارة. التشخيص المؤكد بالإيكو كيسات عبدة في الجهتين وبيوجد بينهما نسيج كلوي سليم. التحال المخبرية وظائف كلية مهم جدا، وإضافة بول راسي وزراعة جرثومي، وفي رمضان تكون الوظيفة الكلوية متدنية. طبعا علاج النهائي هو استئصال الكليتين مع زرع كلوي، انه حجم الكليتين كبير جدا، واذا استطعت طالع الصور ببعث لكم اياهم. مريض استئصال الكليتين فترة شي 6 أشهر، يعني المريض متألم بشدة بسبب انه حامل خراجين في بطنه، أظن كل خراج طلع شيء حوالي 4 لتر قيح من الكلية، والمريض كان بحالة عامة سيئة وسبتسيميا نتيجة يعني ضخامة شديدة في البطن، كليتين يعني أوزان واحدة 7 وواحدة 4 كيلو. الكلية متعددة الكيسات المالتي سيستيك ديسبلاستيك كيدني،
مرض غير وراثي يظهر بانكسار متعدد الحجوم وتكون أحاديث الجانب، وهاي مترابطة فيما بينها بنسيج ليفي دون برانشيم. هي أقل شيوع بصراحة، هي غالبا لا عرضية، وليس من الضروري إصلاح الكلية إلا إذا زاد الحجم وأصبحت كيسات مؤلمة أو نازفة نتيجة اضطراب. واضح هون مظهر الكلية اللي مصابة بخلل تنسج كيسي مثل عنقود العنب، والكيسات المتعددة، وجود عدم وجود برانشيم كلوي بين الكيسات، واضح أنه كيسات متجاورة بين بعضها دون وجود برانشيم كلوي. المالتي سيستيك ديسبلاستيك كدني والبوليسيستيك كدني، هذا جدول مهم جدا للتفريق بين صفات الكيسات. الكيسات يفصل بينها نسيج ليفي بينما وجود نسيج كلوي طبيعي بالبوليسيستيك كدني. الوراثي غير وراثي، اما سائد او مقهور حسب النمط، طفلي او كهلي. التوضع حديد جانب ثنائيه الجانب بالبوليسيستيك. التشخيص يشخص بالغمضان والإيكو، نشخص من خلال الإيكو فقط بالبوليسيستيك. الغمضان الوظيفة الكلوية معدومة بينما الوظيفة الكلوية في طبيعية في البداية على الأقل، ثم تترقى باتجاه التدهور لاحقا. حجم الكلية غالبا صغير ونادر ما تكون كبيرة. حجم الكلية في الكلية متعددة الكيسات كبير جدا. الحالب يغيب الحالب أو خيطي بدون لمعة، الحالب موجود بالكلية متعددة الكيسات. الجراحة لا ضرر للعمل الجراحي إلا في زيادة الحجم، الألم، الإنتان، النزف. الكيسات البسيطة الوحيدة ممكن نشوفها 50% عند أعمار المرضى فوق 50 سنة، كثير شائع اكتشافها خاصة بالإيكو بعد يعني استخدامه الكبير. الكيسات ممكن تكون صغيرة ولا عرضية، لكن أحيانا ممكن تكون لبية أو تضغط على الجهاز المفرغ إذا كانت في القطب السفلي، وتسبب ركودة بولية مع إنتان وحصيات حين، أو تصبح مؤلمة إذا حدث النزف. حينها تتحول إذا صار حدث فيها إنتان إلى خراج. يستطب التداخل عليها إذا صار في عندي إنتان أو قيح أو نزف أو سببت استسقاء كلوي. التشخيص هي كيس ذات جدار رقيق تحوي سائل رائق، لا يوجد تحوي تكدسات أو تحجبات، شكلها بيضاوي أو دائري، وتنتقل الأمواج بشكل جيد مع تعزيز صوتي خلفها. عند البزل لا نجد بداخل السائل الكيسي أي خلايا شاذة، إذا بعثنا السائل للفحص ما فيه أي خلايا شاذة أو ورمية. طبعا الكيسة البسيطة يجب تفريقها عن الكيسات الورمية، الكيس المعقدة أو تنخر الورم الكيسي مسميه سيستيك أدينوكارسينوما، والتي تصف بجدار سميك وتحت داخلها حجوم وتكلسات وخلايا ورمية. طبعا تصنيف مثل ما حكينا تصنيف الكيسات حسب بوزنياك إلى 4 أصناف، والصنف الرابع بيكون ورمي بشدة أو ورم متنخر بشكل كيسي. الثالث في نسبة تحول بحدود 70% يكون في ورم، والرقم 2 حوالي 5%، والواحد 0% إنه ممكن يكون ورم. لا تعالج جراحيا إلا في حال الإنتان أو النزف، أو إذا كانت تضغط على الحالب بالقطب السفلي وتسبب ركودة وإنتانات وحصيات. طبعا قديما كان يتم استئصال الكيسه عبر فتح البطن من جرح كبير او بزل الكيسه دون حقن كحول او يود، في حين حقن الكحول او اليود بعد البزل يفيد في احداث التصاقات بالكيسه وبالتالي علاجها، ولكن هذه الطريقه كانت تسبب انتانات واخراجات كلويه. بالنسبه لوضعنا الحالي ما زلت انا بستخدم بزل الكيسه مع حقن الكحول، كحول عالي التركيز، وغالبا نسبه الشفاء يعني الى حد الان بعتبرها مرتفعة تقريبا، يعني أكثر من 20 أو 30 كيسة تم بزلها، والشفاء إلا في حالتين تم النكس أي. وحتى كيسات الهاي دايت سيست عامل نجرية، وحاليا عندنا مريض قيد التجربة بياخذ أدويته، ولكن ما في تعاون جيد من قبل الأهل. طبعا كيسات كل الكيسات المائية في الكلية استطباب لاستئصال الكلية. بدل استئصال الكلية نحن عم نحاول نعمل درينيج للكيسة ونحقن الكحول شبه المطلق أو الكحول عالي التركيز.
طبعا وجود جراحة تنظير أبطل هاي الإجراءات القديمة، لكن قد تكون أحد الخيارات المينيمال انفيزيف اللي ممكن تكون موقظ للكلية دون جراحة. أسبوع الدوران المول روتيشن، طبعا مثل ما بنعرف إنه الكلية هي في الحوض تحت الأسبوع السادس، ثم وتكون حويضة أمامية، ثم تبدأ بالصعود وتصل للمنطقة القطنية في الأسبوع التاسع، وتتجه في الدوران بطنيا باتجاه الأنسي بمقدار 90 درجة، وتوضع الحويضة بشكل أنسي بعد 3 أسابيع، وتكون كويسات تشير إلى الوحشي والحويضة في الأنسي. الدوران هو عدم دوران الكلية أو عدم اكتمال الدوران، أو الدوران المفرط للكلية، أو الدوران المعاكس للوحشي بدل الأنسي. هاي الصور واضحة جدا بتفسير آلية الدوران من الأمام إلى الأنسي، وممكن يكون زيادة دوران أو فرط دوران أو دوران معاكس أو نقص دوران. بكتيريا الهاجرة شائعة جدا، ممكن تكون موجودة عند الذكور أكثر وفي الجهة اليسرى أكثر، ترافق مع تشوهات في العمود القطني أو عدم انثقاب الشرج، لا تسبب أعراض ما لم تحدث اختلاطات مثل الانسداد الحالبي أو الإنتان. طبعا ما بتحتاج إلى أي تداخل جراحي. بعض الأطباء ما زالوا يتوقعوا إذا كان في عندي كلية هاجرة إنه يروح يعمل لها تعليق للكلية، هذا غير موجود في الطب، يعني مشان تنتبهوا لهذا الأمر. لها نوعان، كلية حوضية الأشعة أو الكلية الصدرية، والهجرة المتصلبة دون التحام. الهجرة الكلوية البسيطة السيمبل اكتوبي هو بتهاجر في الجهة اليسرى أكثر بقليل من اليمنى، والكلية تكون حوضية هي أشيع مثال عندنا. الكلية الحوضية الأكثر شيوعا تكون هاجرة، ويحدث فيها توقف هجرة الكلية في الحوض، يكون الحالب قصير والحويضة بطنية أمامية، فيكون في سوء دوران. تريد طبعا من الأبهر السفلي أو الحرقوفي. أعراض كتلة حوضية قد تظهر بكلية حوضية وقد لا تظهر بشيء أبدا، ممكن تشخيصها بالإيكو مجاورة للمثاني أو خلف المثاني، يعني لما تكون المثاني ممتلئة. ممكن تشخيص خاطئ كسرطان أمعاء أو خرات زائدة، ترافق مع أعراض بطنية سفلية، إمساك أو ألم أو حمى. الاختلاط الشائع هو الاستسقاء أو الحصيات أو الإنتان. تشخيص أي في بي، العلاج لا تصل إلا إذا كانت متخربة، أي لا نقوم بأي مداخلة. الكلية الصدرية تتجاوز حجاب الحاجز، توضع في الصدر، تكون حويضة أنسية، وهي تميز حالبها الطويل، وتأخذ تربيتها من الأبهر العلوي الصدري، وغالبا لا عرضية ولا تلجأ لأي إجراء. الكلية الهاجرة بتصاب بدون التحام، الالتحام الكلوي. الكلية الهاجرة بتصاب مع التحام cross ectopic with effusion، فينا هاجرة بدون التحام أو هاجرة مع التحام. طبعا أشيع مثال للكلية الملتحمة هي كلية نعل الفرس اللي هو شو كيدني، راح أفرجيكم صورة بنهاية المحاضرة عن كلية نعل الفرس والمشاكل اللي بتصير. شائعة تحت 25% مشاهدة عند الناس، تلتحم الكليتين على الخط المتوسط ببرزخ أمام الأبهر أو الأجوف، والتحام القطبين السفليين من الناحية الأنسية، برشيم كلوي طبيعي فعال وظيفي، تشبه الدرق. يلتحم القطبان، قد يلتحم القطبان العلويان، وتضع هنا بكلية نعل الفرس المقلوبة يعني، لكن الأشياء هو القطبين السفليين اللي بيلتحموا مثل نعل الفرس أو حدود الفرس. بيكون الكليتين قريبات من الخط المتوسط وأخفض من وضعهما الطبيعي. غالبا ممكن يكون في سوء دوران، ويكون إلى حد ما الحويضة بطنية أمامية والحالب أمام برزخ الأبهر، والطرف الشرياني متعددة من النهاية السفلية للأبهر أو الحرقوفي، وممكن يكون في تشوهات في الأوردة أيضا. عادة لا عرضية، وقد تشاهد أعراض سنوية بالاستسقاء الكلوي والركودي نتيجة سوء مرور الحالب أمام البرزخ، فينضغط الحالب بالبرزخ بين الكليتين. لا داعي للعلاج بغياب أي استسقاء كلوي ونكتفي بالمراقبة. طبعا بالنسبة لفرز فصل البرزخ، فقط إذا نحن أجرينا عمل جراحي على كلية نعل الفرس وبإمكان فصلها دون خطورة
يفضل الفصل أن تعود إلى المظهر أو الشكل الطبيعي للكليه. كلية الكعكة أو كيك أو لامب كدني هو التحام كامل للقطبين العلوي والسفلي. ليه بشكل حرف S؟ طبعا مثل ما حكينا سابقا نحن أكثر التشوهات هي تشوهات الجهاز البولي التناسلي، فكل أنواع التشوهات ممكن تشوفوها، تشوهات الحويضة والبيسات، الحويضة المزدوجة Duplicated Renal Pelvis أو الحويضة بشكل عنكبوت أو الرتوج الكأسية الخلقية أو تضييق الوصل الحويضي الحلوي، الوعاء الزائغ أو الشاذ. تضييق الوصل أخذناه في محاضرة سابقة مع الجزر. تشوهات الحالب، الحالب المضاعف، ضعف حالبي تام، أخذناه أيضا في الجزر. مثل ما شايفين بالصورة حالب القطاع العلوي ينفتح بشكل بعيد، بينما حالب القطاع السفلي ينفتح بشكل وحشي، وغالبا الحالب العلوي يكون انسدادي والحالب السفلي يكون جذري. تضاعف حالب الجزئي بشكل واي، شايفين بالصورة، شخص بالاي في بي غالبا ما بيكون في اي مشكلة، لكن احيانا بصير فيه جزر نسميه جزر يويو، جزر بين الحالبين. القيل الحالبية جوف أو كيس ينتهي فيه الحالب عند مصبه، وتكون الفوهة دبوسية وغالبا تحتاج إلى خزع حتى يشفى، وممكن تكون انسدادية. علاج القيلة هو تخريب القيلة عبر التنظير، استئصال القيلة الحالبية جراحيا، عاد زرع الحالب، استئصال الكلية القصمي مع حالبها في حال تخريبها، أو استئصال الكلية التام في حال وضع الكلية عند الكل أقل من 20 وعند الطفل أقل من 10. الحالب خلف الأجوف حالة نادرة جدا، فرجيناكم أظن سابقا كما واضح هون بالصورة طريقة التفاف الحالب حول الأجوف بالجهة اليمنى، طبعا بيحدث تضيق وتليف في قسم الحالب اللي واقع خلف الأجواف، بيكون عندنا استسقاء. وهون صورة رنين أو طبق محوري مع الحقن، يشاهد تموضع الحالب والتفافه حول الأجواف. معالج جراحية هو كحالة تضيق الوصل الحويضي الحالبي، قطع ووصل ومفاغرة للحالب على الحويضة. تلازم براون بيلي هو اضطراب نادر وسبب مجهول، يسبب الذكور فقط، غياب عضلة جدار البطن الأمامي بشكل كامل، لذلك يكون البطن مترحل وقد تجلس العرى المعوية وتشاهد الحركات الحوية تحت الجلد، ارتخاء وتذلل ورقة جدار البطني، غياب عضلة جدار المثاني والحالبين، الإنسان تكون غشاء مخاطي ونسيج مصلي وبعض الألياف العضلية البسيطة. غالبية المرضى هذي بتوفوا نتيجة الامتلاءات التنفسية والبولية الشديدة. تظاهرات بولية شذات بولية مرافقة، شذات معدية معوية وقلبية واضطرابات رئوية، زيادة السائل الأمنيوسي، توسع شديد للمثانة وضعف في تقبضات، توسع حالبين مع تلاشي حركات حوية، استسقاء كلوي مزدوج، عدم نزول الخصيتين. طبعا واضح انه هذا المرض في اول مراحل العمر. تشوهات المريطة أو العصيب الأنوماليز أوف أوريكوس. الأوريكوس هو المريطة، عبارة عن بقايا شريان سري في الحياة الدمية، والذي يتحول إلى رباط ليفي يصل بين قمة المثاني والسرة. إذن المريطة هي عبارة عن بقاء شريان سري في الحياة الجنينية ويتحول إلى رباط ليفي يصل بين قمة المثاني والسرة. استمرار العصيب كاملا كومبليت بيتنت أوريكوس، استمرار اللمعة بين المثاني والسرة، مفرزات مائية غزيرة أو بول عبر السرة والتزداد أثناء التبويل. يعني في عندي أنا فتحة حليل من تحت وفتحة مريطاء في الأعلى تفتح إلى السرة، فيحدث تبول من السرة وتزداد أثناء تقلص المثاني أثناء التبويل. تشخيص تصوير المثاني الظليل يظهر المجرى، وحقن مادة ظليل مباشرة عبر السرة إلى المجرى،
أو تنظير المثانة أو تصهير المثانة والأحذية أثناء التبويب، يعد برحيل الصال المزر العصبي وأي آفة انسدادية سفلية. استمرار جزئي إلى الأوريكوس مريطاء بارشال بيتنت أوريكوس الرسج العصبي أو المريطائي، إغلاق المزرع العصبي القريب من السرة واستمراره عند المثانة، عادة يكون لها عرضي. الاختلاطات هو الإنتال البولي والحصيات البولية من اختلاط الرتوج، فيشخص بتنظير مثاني أو تصوير راجع، يعالج في حال حدوث اختلاطات. الرتج السري امبتيكال لاتينوس استمرار اللمعة العصبية القريبة من السرة وإغلاقها في النهاية المثانية، طرح مفرزات مخاطية من السرة رائحة كريهة، الإغلاق تلقائي غالبا، ويكتفي التعقيم بالكحول. أحيانا يلجأ إلى جراحة إذا حصل إنتان أو خراجات قيحية. الأوريكال سيست هو بتنغلق من الطرفين، بيبقى في الوسط فقط كيسة، معظمها صغيرة وتسبب أعراض، لكن إذا كانت كبيرة بتعمل كتلة بطنية أو خراج داخل البطن على الخط المتوسط السفلي، فاستطب جراحة واستئصالها بشكل كامل. ممكن أن تتسرطن إلى سرطان غدية. تشوهات المثانة الكونجيتال بلادر اوتلت اوبستراكشن انسداد الخلقي المخرج المثاني ينتج عن احد ثلاث امور: تليف المريض والدسمات الحيل الخلفي وتضيق الصماخ. دسمات الحيل الخلفي عند الذكور بيكون في عندي ورقتي غشاء مخاطي جانب الحليل الغشائي باتجاه الشنخوخ، يتم إجراء خزع لهذا الدسام لضمان التبول بشكل كافي وانخفاض ضغط التبول بالمثانة، ويجرى التشخيص طبعا هو بتصوير المثانة والأحليل أثناء التبويل. أثناء بالطريق الراجع ممكن ما يكون واضح، لكن أثناء التبويل بتكون مثل الشراع، السفينة، رايقتي الدسام. تخريب طريق التنظير، في حال عدم توفر التنظير بالعمر المبكر يلجأ إلى الفيزيكوستومي أو فتح المثانة على جدار البطن الأمامي بشكل مباشر لحماية الجهاز المفرغ أو الطرق المفرغة العلوية من التدهور نتيجة ارتفاع الضغط داخل المثانة. تضاعف الدم المثاني complete duplication of bladder هو عن نتيجة انقسام السهمي للمثاني أثناء الحياة الجنينية، يترافق مع تضاعف كامل مجرى البولي التناسلي السفلي. يعني المريض هون عنده مثل صورة حليلين وقضيبين، غالبا تشوهات مرافقة في عند تضاعف معوي أو ناسور حليلي مستقيمي. المعالجة استئصال المثاني مع حليلها وإعادة زرع الحالة في المثاني المتبقية. فتضاعف غير التام المثاني incomplete duplication مثل الساعة الرملية تقريبا أو حرف بي، يخطط التشخيص بتشخيص رتج مثاني مشابه له، مثاني بشكل الساعة الرملية، حجاب داخل المثاني، بلاب المثاني أو البلدر إكستروفي، إكستروفي مثل بلدر أو بلدر إكستروفي، خلل على الوجه الباطن للجيب البولي التناسلي والجهاز التناسلي، ضياع الجزء السفلي لعضلات البطن الأمامي والجدار الأمامي للمثانة عن خلال الجدار الخلفي للمثانة والتحامها بالوحشي مع ما تبقى من جدار البطن بشكل صفيحة. خلال المثانة التام هو الشكل الأكثر شيوعا، يترافق مع افتراق وصل حوالي حالبي والتباعد الواسع العظمي العاني مع أحليل فوقي. طبعا هون تباعد وصل عجزي، عجزي حرقفي، خطأ مطبعي، وتباعد بعظمي الارتفاق العاني يكون متباعد، لأنه في الإصلاح يتم كسر العظم الحرقفي لتقريب عظمتي العاني بالطرفين. طبعا الاختلاطات عند الإهمال تهيج وتقرح الجلد المجاور مع احتمال تسرطن المثاني الغدي مع الزمن. المعالجة الجراحية إما بالإغلاق المباشر في الأسبوع الأول أو الثاني من العمر، حيث تجرى بأسرع وقت ممكن كون المثاني لم تصب بعد التخريج وتليف،
وزالت مرنة صغيرة بإحدى عمليات التحويل البولي عند البالغين باستئصال صفيحة والتصنيع المثاني مستمسك البول من الأمعاء. طبعا ميجا سيستيك سيندروم كمان موجود. الأشياء الأخرى اللي يمكن ما حكينا عنها، في عنا حاليا حالة طفل عنده تضاعف إحليل، تضاعف إحليل كمان ممكن في الدروسرية القادمة نشرح عنه، تضاعف تام للإحليل الغشائي والبصلي والإحليل حتى صماخ البول، عنده صماخين بول، إحليل أساسي وإحليل ثانوي، لكن المريض عنده إحليلين لكن مصاب بانسداد بولي وأنتام بولي مزمن. حاليا تقريبا انتهت محاضرة الشهادة الجهاز البولي، راح نعرض، بس أشارك الصورة معكم هون الصور. واضحة الصورة؟ الصورة واضحة؟ واضحة حكيم، واضحة. طيب هذا هون البنز، شايفينه هون البنز، هذا الكلية المعزولة عند هذا الطفل، كلية يسرى، هذا الحالب الأيسر جاي أمام البرزخ، وهاي هون برزخ الكلية اثنا الفرس، الطرف الثاني هذا الطرف الأيمن، هاي الكلية اليمنى، والطرف هون هي الكلية اليسرى. تمام، هلا راح نشوف الكلية نفسها. هاي الكلية اليسرى، شايفين هون مربوط القطب السفلي ومثبت على عضلة الوسواس، وهون الحالب، هنكبر شوي الصورة تكون أوضح، أظن صارت واضحة الصورة. الكلية اليسرى القطب السفلي مثبت على عضلة الوسواس، الحالب الأيسر، وهي محل إصبعتي هون الكلية اليمنى أمام، طبعا هون الأبهر تحت المنطقة هاي هو الأبهر. هون ملقط وعائي بعد خياطة وربط، لأنه الكليتين أو كليتين على الفرس هون متصلة بنسيج كلوي كامل وليس بنسيج ليفي، ففيه ترية دموية جيدة، فتم لقط البرزخ بمنقط وعائي وربط القطبين السفليين للكليتين، خياطة مع ربط بخيط مثل ما كنتم شايفين، وتم تثبيت الطرف الأيسر على عضلة الوسواس. نعم، هذا الطفل نفسه كان بسبب الفتح الجراحي وجود حصات انسدادية في الطرف الأيسر نتيجة ركودة بولية نتيجة انضغاط الحالب الأيسر ببرزخ الكليتين على الفرس. هي يعني لمحة عن التشوهات اللي ممكن تواجهنا، وهو من أشيع التشوهات الموجودة. راح أشوف إذا كان في، اللهم صل على سيدنا محمد، في حالة تانية نستطيع نشوفها، أفرجيكم إياها الآن. يبدو النت عندي ضعيف. ما افتح الصورة، راح ممكن
قطعة من الجراحة البولية. راح نبلش بعد الامتحانات بدروس سريرية بمشفى المحافظة. ممكن مثل ما حكينا مع زملائكم بالمحاضرة الأخيرة الفيزيائية تكون يوم جمعة أو يوم أربعة صباحا، فاللي بده يحضر في إدلب بيخبرني قبل يعني بأسبوع، حدا منكم بيخبرني عن يوم أربعة أو جمعة قبل الأسبوع، يعني مثلا يوم جمعة، نحن الأسبوع القادم مثلا أربعة أو جمعة رايدين نحضر درس سريري، فأنا جاهز أعطيكم إياه بمشفى المحافظة بإدلب من كل أسبوع إن شاء الله، عن الجراحة البولية والمقاربات الجراحة البولية والتشخيص التفريقي للآفات البولية الشائعة. وإن شاء الله ننتهي هون من آخر المحاضرة، وإن شاء الله نشوف الجميع يعني من الناجحين إن شاء الله مستقبلا في الامتحان القادم، امتحان أظن 29/1. إذا في حدا عنده سؤال، طبعا مسموح الأسئلة لمدة أسبوع لنهاية الدوام بخمسة يوم الخميس، مو هيك؟ انتهى الدوام يوم الخميس. يا دكتور تمام، ليوم الخميس أي حدا عنده سؤال ممكن يسأل. طبعا موضوع الامتحان وتعليمات الامتحان أنا حكيتها لزملائكم بالدرس السريري، فكله واضح بالنسبة لهم، وإن شاء الله بنشوف الجميع. لازم تهتموا في موضوع الدراسة، خطكم يكون واضح، تكتبوا بالعربي بالإنجليزي ما بتفرق، بس تكون لغة صحيحة وليس لغة يعني فيها مشكلة، يعني كثير مهم جدا، وبالإضافة إلى ترتيب المعلومات العلمية حتى ما تضيعوا ولا علامة تروح منكم. التوفيق للجميع، وإن شاء الله بنشوفكم جميع من الناجحين، ونشوفكم بفحص التخرج إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.